وانا كي عليكم فيديو اخر ونهار اخر ديال التنشيف غادي نديرو ميثود مختلفه اليوم وغادي نديرو وجبات مختلفه ولكن وجبات ديال المعاكس غادي نديرو وجبات ساهلين ونحاولوا ما امكن يكونوا متوازنين لاننا كنا كنعيوا من الكوزينه كنا أيام من الطياب فحتى انا كنعيا فغادي ندير اليوم وجبات يعني متوازنين وسريعين غادي نديرو ميثود مختلفه ديال التمارين فقبل ما نمشيو للصال غادي نفتح معكم واحد الباكس اللي وصلني من واحد الويب سايت سميتو دير لافرز صراحه هما اللي كونتاكتاوني وقالوا لي واش ممكن نصيفطوا لك 8 ديال لي بياس يعني تختاري لي بياس اللي بغيتي و دير لهم ريفيو يعني اونست ريفيو فانا من زمان كان عندي واحد تخوف من هاد الويب سايتس ديال تشاينا يعني ما كنتيقش فيهم كنقول كنت خديت شحال هادي يعني شي 3 سنين هادي خديت حوايج اونلاين ولكن السايز ديما ماشي السايز ديالي ولا كواليتي ماشي هي الكواليتي اللي اللي كتكون في لا فوتو فحبست ما كنا كناخذ نهائيا الحوايج اونلاين يعني حتى كناخذ مباشره خاصني نقيس الماتيريال وخاصني نقيس عاد باش كناخذ الحاجه صو so, هنايا وصلني هاد الثمانيه ديال البياسات بحال هكذا وغادي نفتحوهم انا وياكم انا فتحت واحد صراحه بغيت نشوف يعني غير كيفاش دايره هذا ما قدرتش نصبر ففتحت هذا تحت هاد يعني كلهم تريكوات ديال البرد حوايج ديال البرد فشوفوا هذا هذا حمقني غزال يعني كنت كنقول على آه الله يكون نفس داكشي اللي فلافوتو ولكن صدق احسن من هذاكشي اللي فلافوتو مع هو داير بحال هكذا فلافوتو لابسه المانكا فانا تصورته فقط يعني غير هاد سميتو صافي ما شوفوا في الداخل آه انا حمقني هاد هاد العيبه الداخليه اللي عجبتني شوفوا مبطن من الداخل بحال هكذا غزال حمقني كواليتي واعره فصراحه أه تصدمت من هاد الويب سايت يعني هادي غير البياس الاولى مازال ما شفتش لي الاخرين مي زويون غزال هذا بعد اول واحد اللي فتحت انا أه جبني وغادي يا اما نحط لكم لا فوتو ديال ديال مان كان اللي كانت لابسه في هذا يا اما غادي نقيس انايا ونصور لكم نخلي لكم لا فوتو هنايا كيفاش اوكي هذا الثاني هذا والله ما قلتش ما قلتش شنو هذا الشيء بالضبط مي ها حنا غنشوفوا ترجع شويش اللون اه حتى هذا تريكو او كلهم بطنين كلهم او ماي جاد غزالين شوفوا هذا الكواليتي ديالو كيفاش دايره وهاد التبطينات هي اللي عجباتني فيهم شفتو كيفاش سخان من الداخل فنيوني فنيوني غزالي سو so, هذا هو الثاني و آه, بياسه هذه غادي نخلي لكم آه, غادي نخلي لكم كل شيء اللينكس ديال هادو في صندوق الوصف في الديسكريبشن باكس وديال الموقع هذا تا هو تريكو جبن سو بحال هكذا كيجي هذا هادو طويولين كيجيو طوال هذا ما فيش تبطينا كاين فنيونين الصال ديالهم هذا وسخخنين سخانين ها كيفاش دايره بعدا هذه غوب غوب او طيطبه رطيطبة بزاف الشكل كتجي بحال هكذا مع لي بوط فني ما مزيراش يعني آه مع خديت أنا يا كنلبس دابا آه الإم في الفوق ولكن خديت اللارج خديت لارج باش ما تجيش يعني مزيرة بزاف غادي نقيسها كذلك حتى هي ونخلي لكم لا فوتو ولا نخلي لكم فوطو ديال آه سميتو المانكان اللي لابساها هذا حتى هو يا هذا يا هذا لارج وا وا بحال الاخرين او ماي جاد ماتيريال سو سو صافت قيلا كنخرشش عليكم بالميكا شفتو كي داير فني و ديك سميسو اللي جويبات هنايا <applause> في فيه جويبات زوامه دافي <تصفيق> <تصفيق> راح حطيت غير يدي في الجيب وجاني دافي يا هادو ما كيكونش فيهم تبطين ولكن راه سخان بلا تبطين غادي يكونو سخانين كتكون فيهم هذا طويل من اللور, اللور كيجي طويل ومن هنايا قدام شويه قصير لكن حمقاتني لكولا في فيه بزاف ديال لي مي هذا <applause> نقولوا لي هذا اللون عاوتاني تا يا هذا اللون تا غامق ما شنو هذه أوه يا هذه حتى زويونه والله هذا هذا الويب سايت صراحه صدمني والله عرفتوا هذه راه جود 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 كواليتي شتو كي داير رطيط با ستريتشي والديزاين غزال شفتوا هاد الديزاين اللي فيها سو بيورفو طوي ولا ماشي يعني قصيره بزاف تلبسوا معاها لي با ولي بوط تجي فنيونه شوفاتي هذا كي داير شوفوا كي داير ما كان ندير فتح هذا بحال الحجره محيدين منه هذا نجيب مقص اه هذا بحال مونتو. سحاب لي غادي يكون غلط من هكذا في لا غلط كيبان غليظ على هكذا ما يعني هذا بجاني بحال خفيف شفتو خفيف بزاف انايا كنت حسبته داك اللي فلافي فلافي كيكون حيت في باين فلافي بزاف فيها التبطينه لتحت بحال هكذا ولكن اتس نوت انف يعني ما ما كافياش الا كان شي برد 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 وكنت كيسحاب ليا في كتر من هكا وتقيق اكثر من هكا هو خفيف ما ماشي يعني ديال البرد هذا اه, آه جو بونس بحال بحال غير خديت واحد في هذيك لاكولو وخديت هاد الاخر في كولور اخرى خصنا نقص هذا يا حتى هذا لا ميم هذا دبل اكسترا لارج اللي خديت يا هذا دبل اكسترا large يا يكون هكذا بحال آخر نفس الشيء شوفوا هذا دبل اكس دبل اكسترا لارج و جاني الله يمكن هو هذاك oh او ماي جاد هذا الشيء علاش كنقول لكم سايزز ولكن زوون فنيو سو so, كانوا هادو هما الايتمز اللي خديت من دير لافرز ويب سايت ديالهم واللينكس كاملين ديال هاد الايتمز غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس سيرو شوفوهم صراحه الكواليتي صدموني فيها لانني ما كنتوقعش يعني هاد الكواليتي من ويب سايت بحال هادو لكن صراحه غزالين وممكن انني اوردري من عندهم المره الجايه سو دابا غادي نمشيو لونترينمون ونبداو نعرفكم على هاد الميثود اللي غادي نديروها اليوم إذن فهاد التباتة كارديو لأول مرة كانت تكتشفات ولا تمارسات من طرف واحد الكوتش هو اللي اسمه إريساوا كوتشي في 1990 لكن من بعد جاء واحد دكتور اللي اسمه إيزومي تاباتا واللي تسمتها التقنية على اسمه وبحث فيها أكثر ولقاو أنه هذا التباتة كارديو كتحرق دهون ثلاث مرات أكثر من الكارديو العادي فالتقنية ديال هاد التاباتا كارديو هي أنك كدير أي تمرين كيسرع الدقات القلب ديالك يعني الماكسيموم آه 20 عشرين ثانية وكترتاح عشرة ديال الثواني وكتكرر هاد العملية تمنية المرات على الأقل يعني عشرين ثانية تجري مثلا و وعشرة ثواني ترتاح وتعودها ثاني عشرين ثانية ثمان مرات يعني ماشي ضروري انه تكون هاد التريد ميل، ممكن انه يكون اي تمرين اخر الهيت كارديو ولا البايسيكل ولا اي تمارين اخرى اللي كتسرع لكم دقات ديال القلب لكن الاهم هنايا هو اننا نعرفو الماكسيموم هارت بيت ديالنا يعني حتى الاش من عدد ممكن ان القلب ديالنا يضرب في الدقيقه فغادي ندير لكم عملية حسابية بسيطة اللي هي ميتين وعشرين ناقص لاج ديالكم العمر ديالكم مثلا أنا تلاتين سنة غناخد ميتين وعشرين نقص منها تلاتين غتعطيني مية وتسعين هاد مية وتسعين هي مية وتسعين دقة القلب اللي ممكن توصل في الدقيقة عندي إلا بغيت نطور من الإندورنس ولا إلا بغيت نحرق أكثر فلازم أنني ناخد يا إما تمان نبقى بين خمسين فالمية أو تمانين فالمية من هاد العدد هذا فغالبا يعني انا كنحسبها بهاد سمارت واتش يعني بالفيت بيت كتحسبوها يا اما بالعرق يا يعني العرق اللي كيكون في يديكم ولا كتحسبوها الا كانت عندكم شي اه ساعة اللي كتحسب لكم الدقة ديال القلب فكنحاول انني نبقى بين مثلا 160 حتى 180 دقة ديال القلب في الدقيقة باش نتأكد انه الحرق عندي عالي ولو وصل داك لو بيك ديال انك كتحرقي اكثر فهنا الليفل باش كان بدا هو أولا ضروري أنكم تدوب تسخينات الليفل اللي كان بدأ به هو 6 مايل اللي هو 9 كيلومتر في الساعة. وكنبدا ربعة ديال السيت اللي هي 20 ثانيه 20 ثانيه 20 ثانيه 20 ثانيه وبينتهم عشرة ثواني ديال الراحه وكنستريح دقيقتين عاد كنعاود كنطلع اللي هو 12 كيلومتر وكنعاودو س... 8 ديال المرات يعني هذا هو التباتا كارديو أه، نتمنى ان نكون فهمتكم مزيان او صافي يعني وكندير التمرين ديالي العادي هادشي كنديره هو اخر حاجه لانني كذلك كنكون كنخدم كان يا اما الجزء العلوي يا اما الجزء السفلي فكنخلي هاد التباته هي اخر حاجه من بعد التمارين اللي كنت درت ديال الريزيستانس صافي هنايا هذا بوست وورك اوت كنت خديت بار ديال البروتين وخفيف هاد الغدا اللي غادي ندير ديال الزربة درت صغير زيتون وبصيلة والكروفيت درت مليحة بزار سكنجبير والتحميرة وهذا يعني ديال الخفة اللي كنت عيانة ما فيا ما يطيب فكان ديرو غادي نزيد عليه واحد شوية ديال البيض صي وصالات غادي تكون هي اللي فيها مصدر ديال ديال الكربوهيدرات يعني ما ناخذ لا خبز لا حتى حاجه غناخذ غير هذاك المصدر الكربوهيدرات اللي كاين في في لا سالاد وغادي نوريه لكم دابا فهاد لا هنايا درت الخاص الطوماط سوغيز وهذا هو المصدر ديال الكربوهيدرات اللي غادي نستعمل درت شويه ديال الحمص مسلوق وهنايا هاد لاصوص اللي غادي ندير لان بزاف البنات كيقولوا كي لي لي صوص بليز دير لينا لي صوص راه ما, ما كنعرفش شنو نديرو آه غالبا كندير يا ساور كريم يا مايونيز لايت يا, اه يا يا يوغورت ناتور فهنايا درت مايونيز لايت فيه 30 كالوريز في المعلقه كبيره ودزت عليه هذا البيزل هذا بيست يعني بحال معجون ديال الحباق وغادي ندير لهم الحامض وبزار يعني هذا هو اللي غادي ندريسي به ديالي وصايي هذا هو الغداء مني وجد ديال الزربة ولكن كيبقى أنه صحي ومتوازن وفي جميع العناصر الغذائية اللي غادي نحتاجوها وغادي ندير لكم كذلك فكرة ديال العشاء ديال نفس النهار يعني درت هنايا يا ديال الدجاج قطعته طريفات صغار باش تغيى يطيب وزيت الزيتون وبصيلة وتومة مصدر الكربوهيدرات خديت هنايا يا بطاطا حلوة ومصدر ديال الالياف هو البروكلي يعني آه التوابل اللي درت آه مليحه بزار وسكينجبير والخرقوم آه بلدي دات سيت اللي درت بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش ولادك كي ياكلوا معاك ولا كطيب لهم بوحدهم نو كيولفوا كياكلوا معايا الاكل ديالي فوالا آه هذا هو العشاء ديالنا نتمنى ان الفيديو فيديو ديال اليوم تكون فاتكم بيزو كاملين ونشوفكم آه في لا فيديو الماجيه